احنا رجعنا عاوتاني الدراري بالفاليو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله في الليل ولا غدا في الصباح ماكسيموم غادي يكون عندي شويه ديال الوقت. دونك نخلي لكم هنايا فين تعمروا الاسئله ديالكم، اي سؤال اي مشكل عنده علاقه بالاي كوميرس سواء في الخليج بصفه خاصه سواء في الاوروب ولا حتى المغرب. انا اكسبيرمونتي في هاد ثلاثه ديال المارشي لافريك صراحه ما عنديش فيها اكسبيرونس كبيره، ما غاديش نقدر نفيدكم فيها بزاف الشباب. كنخدموا فيها كنضربوا فيها شي ضريبات خفاف ولكن ما مسكينينش فيها بزاف. دونك نفضل هاد ثلاثه ديال لي مارشي هادو. خذوا راحتكم، كتب لي السؤال ديالك، كتب لي المشكل ديالك، نحاول نعالجو معاك ان شاء الله. انا يا عمر اخويا. السلام عليكم شباب، صباح النور، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ كما وعدتكم البارح غادي نجاوبوا على الماكسيموم ديال الاسئله، ووصلوني صراحه بزاف ديال الاسئله. كاين شي وحدين كيتعاودوا ديجا جاوبنا عليهم في ستوريات اللي فاتوا، سينو كاين شي وحدين جداد ومهمين بزاف هما اللي غنحاول نجاوب على الماكسيموم ديالهم. وجيب كونسوماسيون ديالك، جيب ورقه وستيلو، قيد المعلومات، غادي نعطيكم لاصقه الدراري ان شاء الله. اول حاجه اخويا قبل ما ندخل معاك في التكنيك ديال برودكت ريسيرش غادي نبشرك اخويا وغادي نقول لك بلي اخر ميتينغ درناه مع التيم ديالنا نهار الحد في الرابور ديالو ديال الشهر اللي فات، الوينين ريت لاحظنا بلي راه طاحت الدراري، باش تكونوا عارفين الوينين ريت في الكاشون ديال الفيرا راه طاحت سواء بالنسبه للخليج سواء لاوروب سواء في المغرب. دونك باش انا كتلقى برودوي وينر، حنا دابا عندنا في الرابور تقريبا جوج من اصل 10 ديال لي برودوي هما اللي كنلقاهم وين تقريبا، هذا هو هذا لا موين. دونك حنايا التجربه متواضعة ديالنا وعندنا تيم وعندنا ستريكتور وعندنا استراتيجيات اللي كنستعملوهم، عندنا بزاف ديال لي ميثود وناس كيسهروا على هاد اللعيبات هادو، وكنلقاو جوج من اصل 10. دونك انت اخويا كديبيتون لا يلاه بادي فغادي تلقى قل بيان سور. دونك سته ديال لي برودوي راه بالنسبه ليا انا قليله اخويا، دونك زيد عافاك قلب على لي برودوي، ولا ما كتلقاش ريزولتس اخويا حاول انك تبدل الطريقه باش كدير الريسيرش برودكت، فهمتيني اخويا؟ حاول ترجع ستوريات اللي فاتوا اللي هضرت على طرق ديال ريسيرش برودكت وطبقهم اخويا ويجيب الله التيسير. الفلتر الدراري الفلتر، شوف الريل كاين بزاف ديال لي استراتيجيات اللي كنستعملوا صراحه، مي البرينسيبال هي كومبين وحده جوج ديال لي زاسيت، وكل ادسيت فيها جوج ديال لي كرياتيف. حاولوا عافاكم الدراري لي كرياتيف ديالكم يكونوا مختلفين، لعبوا على شي حاجه ماشي ضروري ان يكون مختلف كاريمون. الا كنتي دير سكريبت ديال راجل دير سكريبت ديال المراه، كنتي بادي بواحد الهوك بدل الهوك، بدل الاد كوبي بدل الهيدلاين بدل بزاف ديال الحوايج، هكا كتسمى كرياتيف اخر، يعني كيتسمى كرياتيف مختلف، يعني ماشي ضروري يكون عندك 4 ديال الكرياتيف مختلفين كاملين، خصوصا الا كان عندك برودوي اللي فيه ميدقال فيه بزاف ديال الماركتينغ انجلز، حاول انك تبدلهم وباش التيست ديالك اخويا يكون على حقه وطريقه كما كنقولوا. هنا كذلك هو مثال صراحه باش نقدر نقول لك كاع العناصر المهمه ديال صفحه الهبوط في ستوري وحده صعيبه بزاف، ولكن غنحاول نعطيك دي تيبس اللي غادي تستعملهم وغادي يطلعوا لكم الكونفيرجن ريت ديالك. وبيان سير في الاخر ديال الستوري هادو فاش غادي نساليهم ان شاء الله غادي نعطيك دي زيكزومبل ديال لاندين بيج، وحده كوزميتيك وحده غادجيت، باش انا كتعرف تحاول تاخذ فكره على شنو ستريكتور اللي كنخدموا بها في لاندين بيج. وصراحه كاين بليزيور ستريكتور صراحه ماشي غير وحده، مي غادي نحاول نبارطاجي معاك اللي كتعطينا احسن ريزولطا. دونك الحوايج اللي غادي ترد لهم البال عافاك جوج ديال الحوايج، اول حاجه كوبي رايتين، وثاني حاجه الديزاين ديالك يكون مزيان. عافاكم بعدوا على كوبي كولي، بدلوا على الترجمه الحرفيه، حاولوا اللغه ديالكم تكون سلسه وما تحاولوش انكم تدويو بشي لغه اللي هي شي لغه عربيه اللي تكون فائقه للعاده ولا فهمتيني، هضر بلغه سامبل والديزاين ديالك يكون اليوزر، حاول تلعب على ديك اليوزر اكسبيرينس تكون اخويا زويونه، دي كولور متناسبين ماشي شي مشرق وشي مغرب الاحمر الصفر. وفي نفس القضيه بالنسبه للفونت، حاول الساب تايتلز يكونوا مكتوبين بواحد الفونت، التايتلز تاعهم يكونوا مكتوبين بواحد الفونت ما اكبر منه، يكونوا اون غرا، ماشي تكتب شي حاجه اللي من شي حاجه اللي صار شي حاجه كبيره شي حاجه صغيره، كولور من هنا كولور من اللي شي كبير، فهمتيني اخويا؟ حاول انك ملي تشوفها حاول تشوف واش عينك كتكون مرتاحه ولا لا. الا كانت اخويا مرتاحه راه اليوزر اكسبيرينس ديالك غادي تكون مزيانه، وقد ما كانت اليوزر اكسبيرينس مزيانه قد ما كتطلع لك الكونفيرجن ريت ديالك. هذه بالنسبه للكوتي ديال الديزاين، هضرنا على كوبي رايتين حتى هو، حاول عافاك الله يجزيك بخير
تلعب اخويا تلعب على لي جيف، هذه اول حاجه تلعب على لي جيف باش تزيد واحد كتبان لك ديك لاندين بيج ديالك حيه ما كتبانش اخويا عاديه. اي ملتي ميديا هذه مهمه بزاف، اي ملتي ميديا ديرو في لاندين بيج ديالك او حتى في البروداكت بيج حاول تكومبريسيه باش اللودين سبيد ديال السيت ديالك او ديال لاندين بيج يكون سريع، وهكا ما تلقاش مشاكل في الكونفرجن ريت ديالك. صراحة هذا السؤال هذا ديجا جاوبت عليه، $500 الدراري، $500 كافيك باش انك تقدر تبدا مرتاح، فهمتيني؟ فصلت فيها بالضبط شحال خاصك تشري ستوك، شحال خاصك انك اخويا البيجي ديال السكيلين، كتبقى لك واحد $50 كديرها في جيبك باش تخليها سكور، تشري بها دومين، تشري بها تخلص بها السبسكريبشنز ديال لوجيسيال ديال مونتاج ديال مثلا كانفا ديال المهم، فهمتيني؟ فصلت في هذه الامور مزيانه. ولكن القضيه اللي علاش جاوبت على هذه الستوري هذه هي انت قلت لي ثلاثه ديال لي ماركت، الله يعطيك الخير اخويا، الله يعطيك الخير. ما تسمعنيش انا مثلا كنخدم في ثلاثه ديال لي ماركت تمشي انت يلاه بعدي تبدا في ثلاثه ديال لي ماركت بثلاثه، لا ما يمكنش. راه ما بدينا اخويا حنا ما تحولنا الماركت وما سكينا بماركت لماركت اخر، حتى ضبطنا الماركت الاول، حتى اخويا اوتوماتيزينا البيزنس ديالنا، عندنا تيم اللي مكلفه بالمسائل ديالنا اخويا، حسينا براسنا اننا ستابل، عاد ديك الساعه كنمشيو نكبروا وكنبداو بماركت اخر بشويه بشويه. دابا حنا الماركت الاول اللي مسكينين فيه هو الخليج، تبعاه لوروب، وبيان سور المغرب حتى هو كدرجه ثالثه كنخدموا به في الهاي تيكت. مزيان اخويا مزيان. منين كنجيب الفيديوهات ديال الكرياتيف ديالي ولا اللقطات اللي كنستخدم، انت دابا قلت لي تيك توك ادز، تيك توك ادز من احسن لي فيديو اللي كيخدموا هما الاي جي سي، دونك غادي نهضر لك دابا على الاي جي سي اللي غادي تجيبو. كاينين انا عطيك انا الطريقه الافضل اللي كنستعملو حنايا، هي خويا ملي كنبداو نبيع كنكوليكتي واحد الداتا، هذيك الداتا خويا كنصيفطو لهم دي ميساج، كنصيفط لهم واحد كوبون كود، كنقول لي مثلا الا صيفطينا ريفيو ديالك على البرودوي كنعطيك مثلا واحد كوبون كود ديال 20% في البيع ديالك الجايه ان شاء الله، وكيصيفط لك من اصل 100 كتكونتاكتي كيجوك اخويا 50 كيجاوبوك، من دوك 50 كيصيفطوك 20، هذوك 20 كيعجبوك منهم حتى هي 5، وكتستعمل كيوليو عندك هما 5 ديال الايجيسي فيديوز كتيديتي عليهم اللي بغيتي، تزيد المسائل ديالك اللي بغيتي وكتخدم. سينو الا كنتي باقي اخويا ما جبتيش ستوك ديالك وباقي ما بغيتيش كتبيع، يعني بغيتي تيستي، فممكن انك اخويا تهز لقطات ديال الكونتنت بلونجلي اللي هما كيديروا ريفيو على البروداكت ديالك، وتحاول تقاد واحد الفويس اوفر اللي ما يبانش اخويا بروفيسيونيل، يبان نورمال باش انك تبان ديك الريفيو صحيحه. كما قلت لك اخويا حاول ما امكن انك الفويس اوفر ديالك اللي غتستعمل ديك اللقطه حاول انه ما يكونش اخويا، يعني ديرو بواتساب ولا داك السيد اللي كيقاد ديك الفويس اوفر بالخليجيه ولا بسميتو، حاول انه اخويا ما يفلتريش، ما يزيدش عليه حتى شي دير صوتي، ما زيد عليه حتى شي حاجه باش يبان نورمال، يبان هذاك السيد اللي شاد داك البرودوي في يديه هو اللي كيدوي ولا ديك السيده هي اللي كدوي، غتكون فهمتيني اخويا مزيان. كاينه طريقه اخرى صراحه، اذا كان عندك البرودوي موجود عندك بوسيبل انك تصور ليه لقطات ديالو نتايا، حتى هي تقدر دوي مثلا الا كنتي اخويا تقدر دوي الا كنتي خدام في ماشي ديال المغرب وكنتي باغي دير السكريبت بالدارجة تقدر دوي مثلا معاكم محمد من اكادير، جيت نشارك معكم التجربه ديالي مع هذا المنتج هذا، وديك الساعات بدا كتفصل اخويا في المميزات ديال المنتج وشنو اللي يعجبك فيه بواحد الطريقه اللي ما تكونش عاوتاني ما تكونش اغريسيف. ديما الدراري حاولوا في الاشارات ديالكم ما تكونوش اغريسيف، حاولوا انكم تبينوا بلي راه حيتش اصلا الناس كيكونوا داخلين باش يرفعوا على راسهم، ما تبغيش تبيع عليه بزز، ما تبغيش تبيع عليه بزز، بين الفيديو ديالك نورمال ماكسيموم بوسيبل. اول حاجه خصكم تعرفوا الدراري بلي تيك توك دغيا كيطلع فيه الكوست، دغيا كيموت فيها الكرياتيف، دونك خاص الا بغيتي تسكيلي في تيك توك ملي كنقول لك سكيلين الهارد سكيلين، ملي كتبغي تسكيلي بشي نمبرز اللي هما مزيانين خاصك يكون عندك واحد الكرياتيف كثار، يكون عندك ملي كنقول لك كرياتيف كثير عاوتاني راه ما كنقولش لك كرياتيف كامل خصو يكون مختلف، لا تقدر اخويا تبدل داك الهوك، تقدر تبدل اللقطه الاخرى، تقدر تبدل اللقطه ديال البرودوي اللي كيكونوا الوسط، تقدر تبدل السكريبت يقدر يبقى كما هو ولكن تبدل من فويس اوفر ديال الراجل ديال فويس اوفر ديال المراه، كاين بزاف ديال القضيات باش انا كتبدل يكون عندك بزاف ديال لي كرياتيف. سينو تيك توك ديال سكيلي تقدر تسكيلي بالبادجيت، هذه اول حاجه. سينو تقدر تسكيلي بلي كرياتيف كما دوينا، تقدر تسكيلي بلي زاد اكونت، يعني تكون عندك اد اكونت ديال تيك توك تستعمل جوج ثلاثه ديال زاد اكونت ديال تيك توك، تحاول تشوف الوينين كومبين ديالك تحاول تطبقها بنفس لا ميثود في اكونت اخر ديال تيك توك، هذه كتعطي مزيان. سينون كاينه قضيه اخرى ديال الكوست كاب حتى هي كتخدم مزيان، والديبليكيت بيان سور.
خويا كاين ستريكتور كنتبعوها، ديجا جاوبت على هذا السؤال في هنا نيت فهاد ستوريات هادو. رجع الاول غادي تكون ستيليه، وغادي نبارطاجي في الاخر دي زيكزومبل ديال لاندين بيج باش انكم تفهموني علاش كندوي. وحاول تهز هذاك ليكزومبل حطو قدامك، خد دي سكرين حطهم قدامك وهز كانفا، حنا كنستعملو كانفا. ما بغيتش نقول لك فوتوشوب حيت انت كديبيتون غادي يجيك فوتوشوب قاصح شي شويه، دونك حاول تستعمل كانفا، اوتيل براتيك زوين سامبل و افيكاس. خويا ما نقدرش نحكم بحال هكا على الخاوي، خاصك اخويا تصيفط لي الكرياتيف نشوفهم، نشوف الطريقه ديال الخدمه ديالك، نشوف بعدا لي برودوي واش عزلتي لي برودوي مزيانين ولا لا. هذيك الساعه نقدر نحكم صراحه. مي الا كان سي تي ار عندك هابط، عرف بلي المشكل عندك في الكرياتيف. الكرياتيف اخويا لعب على الكرياتيف، شوف الهوك، شوف البادي، شوف الكول تو اكشن ديالك، فصل فيهم مزيان اخويا وعطيهم حقهم وطريقهم، وعافاك حيد اخويا من كوبي كولي، خدم دي سكريبت ديالك، دي فويس اوفر ديالك، لقطات اخويا فصلهم، جيب بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال اللقطات، وحاول انك تكوبي وتكولي على حساب الفويس اوفر ديالك، داكشي اللي كيتقال هو اللي كيتشاف. وبعدو على الاغريسيف فيديوز الدراري، شوفوا خليو الفيديو ديالكم نورمال، لعبوا على لي سونتيمون ديال الناس. هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيك صراحه في الكرياتيف. صيفط لي اخويا في بريفي الكرياتيف ديالك ولي برودوي اللي خدمتيهم، وديك الساعه اخويا نحاول ما امكن على قدر المستطاع نعطيك التجربه ديالي المتواضعه اليوم. خويا اول حاجه بالنسبه للمارشي الاوروبي، راك ملي كندويو على المارشي الاوروبي راه كندويو على ترسانه ديال الدول، ترسانه ديال الدول اللي كيخدموا بالكاش اون ديليفري، بزاف بزاف ديال الدول اللي كاينين، ابتداء من البيك 3 اللي هما الاسبانيول البرتغال الطاليان، كنزيدو عليهم بولندا بلغاريا كرواتيا تشيك، بزاف ديال الدول اللي كيخدموا اخويا مزيان. والدول الصغار اللي كتشوفهم حتى صغار ومحقورين ما كيتسمعوش بزاف، راه هما اللي فيهم الهمزه، هما اللي فيهم لوبورتونيتي دابا، وهما اللي باقيين فيها شي شويه. وكتكون الوينين ريت فيهم طالع، باش انا كتلقى واحد وينر برودكت كيكون طالع، حيت ما كيكونش المنافسه كثيره في تما بدوك الدول. دونك نزيدك عليها، راه اخر احصائيات جو بونس الا ما كذبتش، الا زعما ما غلطش، فاخويا راه 3.1 بليون دولار اللي دارت في السيلز هذا العام الاخر في الكاش اون ديليفري بيزنس بلان. نكملوا، غير هي بالنسبه للمارشي الاوروبي كما كنقول ديما راه ماشي اكسيسيبل كلشي، ماشي كلشي يقدر يخدم فيه، كاين بزاف تاع المشاكل اللي والعراقيل اللي يقدروا يجيوكم. صراحه نكون معكم صريح، الا بغيتي تخدم اخويا في اوروب مع شي الشركه ديال الفورفيلمنت اللي تكون واعره والطوب وافونسي بزاف، خاص تكون عندك اخويا شركه، وباش تكون شركه في اوروب خاصك ما كيقبلوش ال تي دي، ماشي كلهم كيقبلوا ال تي دي، كاين شي وحدين ولكن البيج وانز الواعرين اخويا واللي مافونسين واللي كنخدموا معاهم ضروري اخويا كيطلبوا شركه. وشركه باش ديرها في اوروب كيخصك تكون عندك جنسيه اوروبيه. داكشي اش كنقول لكم ماشي اكسيسيبل كلشي، مي كاينين دراري مغاربه عاديين اللي خدامين مع دي سيرفيس بحال سيو دي اوروب، بحال دي سيرفيس اخرين ديال المغاربه اللي كاينين اللي بارطاجينا ديجا، وخدامين مزيان، دونك ما كتحتاج لا شركه لا والو. بدا اخويا بدا توكل على الله بحال هاد لي سيرفيس اللي كاينين مغاربه، وديك الساعه اخويا ملي تافونسي شي شويه ديك الساعه نوليو كنهضروا على نيفو اخر. اخويا حسب الرابور الاخر اللي درت مع التيم نهار الحد بالنسبه لاوروب، حنا حاليا عندنا طاليان هي الاولى، طاليان هي الاولى اخويا حيت كنسكيلو فيها بزاف صراحه، عاد كتجي موراها السبليون، عاد كتجي موراها بولندا، بولندا تقدر تصدموا شي دراري، عاد كتجي موراها صراحه اخويا البرتغال. كاينين دول اخرين اللي ذكرتهم ديجا في ستوري اللي فات، ما مسكينش فيهم بزاف ولكن تاهما خدامين باقيين كنتيستيو فيهم صراحه. خويا انا صراحه ما كنعرفكش زعما شخصيا، فهمتيني ما عرفتش شنو واصل في النيفو ديالك في الاي كوميرس، مي الله يجزيكم بخير الدراري، ما تحاولوش تكبروا عاوتاني، هو راه مزيان انك تحلم زعما كبير وتحط اهداف ديالك كبار، ولكن راك تقسمهم على اهداف صغيره، كتمشي دقه بدقه، وما تبقاش كما كنقولوا تحلم بزاف، دوز للتطبيق عافاك، دوز للتطبيق طبق وسير بشويه بشويه وافونسي، ريزيتي غير 10% كل عام راه غادي توصل اخويا لواحد 5 سنين 6 سنين غادي توصل اخويا لواحد النيفو هرباد. فهمتيني اخويا، يعني كما كنقولوا قطره قطره كيحمل الواد، دونك سيفن فيجر زوين اخويا، بوسيبل انك توصل لها بالجادجيت، ما عرفتش كيفاش دويتي على شي فادافير لا بروفيت على شنو، ولكن راه بوسيبل اخويا انك توصل لها غير بالجادجيت، الجادجيت اخويا ديك جاست، فهمتيني ديك جاست اللي قلتي نتايا راه بحال احتقرتي الكادجيت، الكادجيت اخويا راه فيهم انواع، راه بزاف ديال لي بودي بزاف ديال لي نيش اخويا اللي تقدر تخدم عليهم، والله يسر لك الامور اخويا. كما قلت في ستوري الفايته كاين بزاف ديال المواقع، اد ليبريري، تيك توك كرياتيف سنتر، كاين بينتريست، كاين علي بابا، تقدر تجيب حتى من علي اكسبريس،
سينو الا كان الكونتنت ديالك قليل في هذاك البرودوي فرا بوسيبل انك تستعين بديسكتوبس، يعني تحاول تكتب واحد الفويس اوفر، وداك الفويس اوفر داك الشيء اللي كيتقال فيه تمشي تقلب اخويا على دي ستوكس اللي مزيانين اللي كيناسبوا داك الشيء اللي كيتقال في فويس اوفر، بحال مثلا ادوب ستوك، بحال بيكسلز، كاين بزاف اخويا ديال لي سيت اللي كيعطوك دي ستوك بحال هكا. مي الاغلبيه اذا كانوا دي برودكت اللي فيهم الكونتنت موجود قلب غير في الكونتنت انجلوفون، يعني اخويا امريكان، بريطانيا، استرالي، كندا، كتلقى خويا الناس اللي خدامين دروب شيبين تما في نفس البرودوي، وكتلقاهم خدامين بروفيسيونيل وعندهم لقطات مزيانين في البرودوي ديالك. بالنسبه خويا الطليان صراحه حنايا الطليان احسن شركه اللي خدامين معاها واللي كتعطينا بيرفورمانس واعره هي ايلوجي. ايلوجي اخويا خدامه مزيان، الله يعطيكم الخير الدراري، غير باش ديروها في راسكم. ما عرفتش انا واش انت خدام غير في لوروب بوحدو ولا خدام حتى في مارشيات اخرين، راه بزاف كيمشيو غالطين كيسمعونا حنايا خدامين في ثلاثه ديال لي مارشي، راه صعيبه الدراري، ماشي سهل هذا الشيء، راه جمهور خدمه كبيره، راه ماشي سهل اخويا نهائيا. ركز عافاك على مارشي واحد، الا كاع قدرتي الا خدمتي في لوروب ركز على دوله وحده في الاول، عندك ساعه شويه بشويه بدات تتافونسي وتسكيلي بشويه بشويه اخويا في الدول، عاد فكر انك دوز المارشي اخر. فهمتونا الدراري؟ راه صعيبه، راه والله ما ساهله الدراري، راه بزاف ديال الحوايج، راه لوروب بوحدها، راني كندوي لك على لوروب، راه كندوي لك على بلدان مختلفين، ثقافات مختلفين، لغه مختلفه، ملي كنقول عاوتاني لغه مختلفه، يعني راه الكونتنت ديالك الا بغيتي تسكيري بالدول راه خصك تقلبو كامل، برودكت بيج، لاندين بيج، لي كرياتيف، بزاف بزاف اخويا ديال الخدمه. صراحه على حساب الاودينس ديالك، الاودينس ديال فيسبوك ماشي هي الاودينس ديال تيك توك، الفيسبوك فيه شويه ناس كبار بعقلهم، تيك توك فيه ناس باقيين صغار باقيين جون، فهمتيني لي برودوي اللي كيكونوا عندهم علاقه بلا جونيس بحال هكا ودراري صغار بوسيبل انا كتخدم فيهم في تيك توك. مي اون غروسو مودو اخويا غادي نشرح لك الترتيب. بالنسبه لينا حنا فيسبوك هو الاول كيبقى هو الكاد فادر، ما كتستغناوش عليه اخويا في التيست ديالنا، وكنتيستيو سواء فيسبوك بوحدو سواء فيسبوك تيك توك سواء فيسبوك سناب شات. ما كنتيستيو الصراحه الاغلبيه بتيك توك بوحدو سناب شات بوحدو، لا ضروري يكون معاهم فيسبوك اخويا، ولا كنتيستيو غير فيسبوك بوحدو، هذا اون جينيرال، مي كاينين دي زيكسيبسيون بيان سور. على حساب اش من مارشي، على حساب اش من مارشي، بصراحه 10 دولار باش تقسم على ثلاثه ديال لي زاد سيت ما خدامش اخويا، قليله بزاف، قليله اخويا. الا كنت كدوي لي على الخليج فراه شرحت ديجا اخويا لا ميثود ديال تيستين في ستوري اللي فات، حاول اخويا مينيموم الادسيت تعطي اخويا 20 دولار خصوصا الا كانوا فيها جوج فيديوهات، باش هكا اخويا تقدر تعطي التيست حقه وطريقه. جو بونس اخويا كو كدوي، غنفترض انك كدوي على المارشي ديال الخليج، صراحه ما كنجيبوش شي برودوي اللي فايت 3 دولار ونص في الكوست في التيستين، حيت راه ملي كتجيبو اخويا الا كان في التيستين عطاك اكثر راه في السكيلين عاوتاني راه غادي يزيد طلع لك الكوست 3 دولار ونص لتحت، ومينيموم مينيموم خصنا نكونو سبيندي فيه واحد 20 25 حتى 30 دولار في تيستين، يعني ماشي قله اخويا. هو صراحه نيت خدام وهاد القضيه دي جات في وقتها، حيت انا كاين في تركيا دابا تلاقيت مع بزاف ديال الدراري سواء مغاربه سواء جزائريين توانسه، كاينين بزاف هنايا خصوصا في اسطنبول، كاينين بزاف العرام، كاين اللي خدامين غير بدي باج انستغرام عاديين كيبيلدو فيهم شويه بشويه، كاين اللي خدام اي كوميرس يعني كيدير الاشهار ديالو كيدير المسائل ديالو عنده ويب سايت ديالو، كاين كاع اللي عنده براند ديالو، دونك هاد نيتش هضر خدام. غير هو علاش حنا ما كنخدموش فيه؟ بالنسبه ليا انا ما كنخدمش بزاف على لي برودوي اللي فيهم الفاريانت، فيهم يعني سبرديله خصك 41 42 43 تقدر تمشي لك عادي ويبقى لك وحده واحده ليك في ستوك، واخا في التيست ديالك بعض المرات كيجي مثلا كتقدر تيستي وتجيك كوست هابطه وتجيك مثلا 42 هي اللي طلبات بزاف، وتقول زعما راه غنجيب 42 هي بوحدها اللي غنخدم عليها، ملي كتجي تسكيلي كتلقى 43 هي اللي خدامه بزاف ولا، فهمتي؟ يعني تيستينا هاد البلانات هادو ولقينا فيهم مشاكل صراحه، دونك انا شخصيا ما كنخدمش فيهم، من نيتش اون جينيرال خدام وخدام مزيان. بالنسبه لوروب صراحه ما فيهاش ما فيهاش منافسه، مي المنافسه خويا قليله مقارنه مع لي مارشي اخرين. علاش؟ هادشي راجع للبروموسيون، كيفاش كيبروموطيو لي سيرفيس لديك المارشي، بحال مثلا
الطريقه باش كيبروموطيو لي سيرفيس الكبار اللي كاينين في الخليج للسوق الخليجي هي اللي خلات الدراري انهم يتكبوا في السوق الخليجي. وبيان سور نفس الطريقه اللي كنهضروا على لافريك حتى هي. دونك ما كاينش شي سيرفيس كبير بالحجم ديال لي سيرفيس اللي كاينين في الخليج وفي لافريك في اوروب. يعني كنقول لك مغاربه، كنقول دي سيرفيس مغاربه. كاين دي سيرفيسات اخرين كبار ما شاء الله في اوروب، ولكن كندوي انا على المغاربه. دونك هادشي اللي كيخلي المنافسه قليله صراحه في اوروب، و اون بليس انها ماشي اكسيسيبل كلشي، فيها بزاف ديال العراقيل كما قلت لكم الدراري، كما ديما كنقول. باش انا كتيفيتي المنافسه، حاول اخويا تخدم على دي برودوي اللي ما خدامش عليهم، خدام عليهم ناس كلال ولا ما خدام عليهم حتى شي واحد في داك المارشي اللي بغيتي تخدم فيه. مثلا حاول تسباي على السبليون، تشوف البرودويات اللي مسكيلين تما وتفليبيهم للطاليان مثلا، بشرط انهم ما يكونش الكومبيتيسيون في الطاليان. هذا السؤال مهم بزاف، حيت صراحه كنوصلني شحال هذه بزاف، كنوصلني بواحد الكميه ما تقدروش تصوروها، حيت شحال هذه كنت بارطاجيت معكم في لي ستوري بحال هذا الاف اي كيو اللي كنت درت شحال هذه فاش كنت في طاليان. كنت قلت لكم خصوصا كان ديك الساعه المشكل ديالي وكان طايحين لهم لي سيرفر والدراري كيتشكاو، كنت قلت لكم راه كنخدموا بشوبيفاي جينيرال ستور بسي او دي مونستر. ومن بعد كنت بارطاجيت الريزلتس ديالي يوكان، وكنتو قلتوا لي قلت لنا خويا دابا هذا تناقض، انت قلت لنا نخدموا بشوبيفاي وانت خدام بيوكان. لا الدراري لا، راه غير ما فهمتونيش، وقع سوء تفاهم كبير. انا كنخدم بجينيرال ستور، جينيرال ستور كزو معايا، في جينيرال ستور يعني برودكت بيج كنخدموا بشوبيفاي سو دي مونستر، ولكن في لي لاندين بيج يعني في السكيلين ديالنا في لي لاندين بيج بيان سور فاش كتخدم برودكت بيج كتيستي كيكون جايك ستوك، كنحاولوا كنقادو دي لاندين بيج باش كنوبتيميزيو، كنقادو وحده ولا جوج ديال لي لاندين بيج باش انفو يوصلنا ستوك، كنسكيليو بديك البروداكت بيج اللي تيستينا وكنزيدو عليها جوج ديال لي لاندين بيج اوبتيميزي. وهاد لي لاندين بيج فين كنابلوديهم؟ كنابلوديهم فيو كان، داكشي علاش كتشوفو دوك لي ريزولتا. القضيه ديال الواتر مارك، اول حاجه خويا الله يعطيك الخير، واخا تحيد الواتر مارك انا غنوريك كيفاش تحيدها، ولكن واخا تحيدها حاول ما تهزش نفس الفيديو وتمشي تخدم عليه نتايا تقاد لي غير شي سكريبت اخر. لا الله يعطيك الخير اخويا، حاول تاخذ منه لقطات، تاخذ منه انسبيراسيون، وديك الساعه سير كتب سكريبت ديالك، دير فويس اوفر ديالك، وجيب لقطات اخرين وقاد اخويا ومونطي الفيديو ديالك على حقه وطريقه. الواتر مارك غادي تحيدها بواحد الطريقه، كتورك على الفيديو مثلا كتشوف الاناليتيكس ديالو، كتهبط واحد الكي ووردز كيعطيوك دي كي ووردز، ورك على دوك لي كي ووردز، قلب على الفيديو ديالك وديك الساعه غادي تلقاه بلا واتر مارك داونلودي ديك الساعه از ام بي 4. باقي انا دراري بزاف ديال الاسئله صراحه، واحد السؤال وصلني بزاف من مورا فاش بارطاجا زياد ديك ستوري ديال العراق. دراري هاد القضيه هادي غادي ندوي فيها دابا، اسمعوني مزيان الله يعطيكم الخير. العراق ككوست وبطاطا، بطاطا كتشوف شي كوستات راه دوى عليها حمزه عزمي حتى هو، بطاطا 0.6 0.12 كتشوف اخويا شي كوستات الخيال العلمي، داكشي ديال الكوستات ديال اوغندا. او في طالع بيان سور، كاين اللي كيبيع ب 40، كاين اللي كيبيع ب 45، كاين اللي كيمشي حتى 50 دولار. دونك اوبورتونيتي واعره، ولكن الله يعطيكم الخير كما كنقول لكم ديما، مازال طريتو نشوفوا الكونفيرميشن ريت، نشوفوا الديليفري ريت، وديك الساعه نحكموا. حنا كاوبجيكتيف ديال هذا الشهر هذا نوينا اننا نسكيليو حتى نسكيليو نزيدو دوله اخرى اللي هي العراق، نتيستيو الديليفري ريت ديال هاد الدراري ونبارطاجي معكم ان شاء الله الريزولتس بحول الله. الله يجازيكم بخير، فوكسي ليا في مارشي واحد ضبطو، كما قلت لك اخويا فوكسي ليا عافاك في مارشي واحد، ملي ضبطو عاد دوز، ماشي اي حاجه الدراري سمعتو شي حد كيدوي عليها ولا سميتو صافي تمشي انت تجربها تمشي تكب ليها نيشان، لا ما كندوزو الحاجه حتى كنميتريزو الحاجه الاولى، وخصوصا الا كنتي كتجيب ريزولتا اون شونج با ليكيب كي غاني ديما خصنا نبقاو اخويا. كاين اللي بزاف منكم غير سمعوني الا دويت على شي دوله ولا دويت على شي مارشي كيمشي يتكب ليها ويخلي المارشي الاخر اللي هو خدام لي اصلا كيجيب لي ريزولتا. لا الدراري فوكسيو عافاك حاجه وحده، ميتريزيها مزيان، قاد سكريبتيو ديالك، قاد التيم ديالك، اوتوماتيزي البيزنس ديالك، وعاد ديك الساعه خدم على السكيلين في دول اخرين ونفتح على مارشيات اخرين، حيت راه ماشي ساهل والله ما ساهله الدراري، غير كتبان لكم نتوما ساهله، راه ماشي ساهله نهائيا، راه خدمه فريمون خدمه ديال المعقول. هادشي اللي كاين الدراري بالنسبه لليوم، والله ما كرهت نزيد نجاوب على الاسئله اكثر، اللي ما جاوبتوش يسمح لي بزاف، غادي نحاول نزيد مازال اي فيك واحد اخر شي مره ان شاء الله، وباقي جاي الخير. تهلاو لينا في راسكم الدراري، ونتمنى تكونوا استفدتوا.